مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، اللي سجلت اليوم 25 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد، وكاين جوج حالات وفاة هنا بمدينة مكناس. حالة كانت سجلت في البرج، حالة أخرى في مجهول. فخليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، نستمتعوا جميعا بغروب الشمس، وفي نفس الوقت غادي نوفيكم باخر حصيلة اللي اعلنت عليها وزارة الصحة، حيث اعلنت وزارة الصحة مساء الامس الاثنين اي اليوم تسجيل حوالي 1376 حالة اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة. بهذا الرقم ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى بالمملكة المغربية إلى 1119 حالة بالمملكة المغربية. وفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات الإصابة المؤكدة فيروس كورونا في المملكة المغربية بلغ 2,307,457 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في المملكة المغربية أو على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها، يعني في نفس التوقيت، سجلت عرفت 25 حالة وفاة جديدة، وبهذا الرقم وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 1855 حالة، وتم التأكد من 3,426 حالة شفاء إضافية. بهذا الرقم ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 84,158. لهذا تهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كانت معكم شوف تي في المغرب، وزارة الصحة، كورونا فيروس، وزارة الصحة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما شفنا اليوم تسجل 1376 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا في المملكة المغربية خلال 24 ساعة الأخيرة. وفق المصدر ذاته، أي مصدر وزارة الصحة، عدد المصابين هنا بمدينة مكناس 25 حالة، وعدد الوفيات حالتين، اللي بهذه المناسبة نتمنوا لهم الرحمة والمغفرة وصبر الأهل ديالهم ورزقهم الصبر والسلوان. أما بالنسبة لآخر حصلة أو آخر بلاغ لمديرية الصحة بجهة فاس مكناس، لهذا آخر بلاغ كان خرج، نجدة كتقول هي من المحبي القناة وهي من المتتبعين، وشكرا لكم على المعلومة، فهذا واجب. نتمنى من الله العلي القدير يخفف علينا ما نزال ويرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل. شكرا، برك معصب. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، وهذا كيدل هنا كنشوفوا الان على المباشر، كنشوفوا هاد الاطفال كيلعبوا في الشارع وكيعرضوا حياتهم للخطر، وهذا كيدل على ان الملاعب القرب ما كايناش، فين غادي يقدروا ان هاد الاطفال يفرغوا الطاقه ديالهم. نتمنوا نبقى ديما كنتمنى، حيت منيت غادي اللي فيها الخير. على كل حال، الى هنا مشاهدي